السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أيها المسلمون المشاهدون، إن من الأمور المقررة الثابتة التي لا مجال فيها للشك والريب أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين وأفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صاحب الخلق العظيم واللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، أول من تنشق عنه الأرض يوم البعث والنشور، وأول من يدخل الجنة ويشفع للخلق في ذلك اليوم الموعود، وأن طاعته وتقديره واحترامه حيا وميتا من أعظم الواجبات التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، وأن محبته والدفاع عنه ونصرته وفداءه بالنفس والمال والأهل دين يدين به المسلم لله تعالى، وأن كراهيته وبغضه وانتقاصه والاستهزاء به وبدينه كفر وردة عن دين الله تعالى توجب العقوبة واللعنة وتهدر دم فاعلها وما له وعرضه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم أيها المشاهدون، لقد من الله تعالى على هذه الأمة ببعثته وجعله سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الخليقة على الإطلاق، واختاره واصطفاه وجمع له بين الخلة والتكليم والنبوة والرسالة، وجعله خاتم الأنبياء وأكثرهم أتباعاً وأعلاهم قدراً ومقاماً، رسولاً للعالمين أجمعين إلى يوم الدين. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
لقد استقرت محبته صلى الله عليه وسلم في النفوس وأجلته القلوب وشهد بعدله وصدقه وفضله القريب والبعيد والعدو والصديق، ولا يزال أتباعه في ازدياد وذكره خالدا إلى يوم الدين. تهتف به أعواد المنابر كل يوم 5 مرات، ألم تر أن الله أخلد ذكره إذ قال في 5 المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الإخوة في الله، ومع مكانته العالية صلى الله عليه وسلم ومنزلته الرفيعة وأخلاقه الحميدة وفضائله العظيمة التي زكاها القرآن الكريم وأثبتها له قبل الناس وشهد بها عقلاء البشر ومثقفوهم حتى من اليهود والنصارى وأهل الكفر والملل الأخرى قبل البعثة وبعدها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم من السخرية والأذى والاعتداء والشتم والتنقص والتهكم منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأيام. شأنه كشأن إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله تعالى، وصدق الله العظيم حين قال: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولا يزال مسلسل الفراء والأكاذيب وتلفيق التهم بجناب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به مستمرا منذ بدأه الكفار والمشركون إبان البعثة وإلى هذه الأيام. وصفوه صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكهانة والشعر، وأدموا عقبه الشريف وشجوا وجهه الكريم وكسروا رباعيته وأغروا به السفهاء يسبونه ويؤذونه وينالون من عرضه وحقوقه، وهموا بما لم ينالوا من قتله والتنكيل به مرات ومرات. ولكن الله عز وجل قد كتب على نفسه حماية نبيه الكريم والدفاع عنه وحفظه ونصرته وخذلان من تعرض له وإهلاكه وخسرانه في الدنيا والآخرة. وهذا كتاب الله تعالى شاهد في آيات كثيرات تتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وهذه وعود ثابتة صادقة من الله تعالى لرسوله ولخليله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. ومن أصدق من الله تعالى عهدا وقيلا ونصرة ومقدرة. وهذا هو التاريخ بعبرة وأحداث، وهو شاهد لا يكذب
فإنه ما تظاهر أحد بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وبما جاء به إلا أهلكه الله تعالى وأذله وخذله وأماته شر ميته وبتر نسله وقطعه. أين أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وصناديد الكفر والشرك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهزأوا به وناصبوه العداء؟ وأين اليهود والنصارى والمنافقون الذين حاربوه صلى الله عليه وسلم وكذبوه وطعنوا في عرضه وأهله واستهزأوا به وبأصحابه ودينه؟ بل أين الأكاسرة والقياسرة وأعداؤه صلى الله عليه وسلم على مر العصور؟ هل بقي لهم نسل وعقب وذكر؟ كلا والله، لقد هلكوا جميعا وقتلوا شر قتلة، وقطع الله نسلهم وطمرتهم الأرض ولحقتهم اللعنة وباءوا بسقل التبعات في الدنيا والآخرة، وبقي ذكره صلى الله عليه وسلم علما شامخا وعقبه متتابعا مذكورا وسيرته منبعا سرا للمسلمين إلى يوم الدين. أخرج الطبراني والبيهقي وغيرهما بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنا كفيناك المستهزئين. قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن غيطلة والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه صلى الله عليه وسلم بعدما ناله منهم أذى عظيم، فقال: أرني إياهم. فأراهم إياهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسدي ويقول: كفيتك. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فما هي إلا أيام حتى مر الوليد برجل من خزاعة وهو يريش نبلة فأصاب أبجله فقطعها. وأما الأسود بن عبد المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني، ألا تدفعون عني؟ قد هلكت وتعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج من رأسه قروح فمات منها. وأما الحارس فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج قرؤه من فيه فمات منه. وأما العاصي فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل في أخمس قدمه شوكة فقتلته. وها هو كسرى يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ومن رسوله، فيدعو عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه فيمزق ويقتل على يد والده أقرب الناس إليه. وعند البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، نعوذ بالله. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه،
فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. فهذا الملعون الذي قد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل واحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا. أيها المسلمون المشاهدون، إن اليهود والنصارى والمشركين قوم بهت خونة، نقضة للعهود، قتلة للأنبياء والصالحين، أعداء الله تعالى ولرسله ولدينه والمؤمنين، وما في ذلك شك ولا ريب، فقد سبوا الله تعالى سبا قبيحا، ونسبوا إليه من الصفات القبيحة ما يتورع عنه عقلاء البشر جميعا ويتنزهون عنه، وقتلوا أنبياءه ورسله وحاربوهم وكذبوهم وآذوهم ورموهم بالنقائص والقبائح، ونسبوا إليهم من البهتان والفواحش ما تعج به كتب التوراة والإنجيل المحرفة التي بأيديهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقد قطعوا على أنفسهم العهد والميثاق منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة على عداوة الإسلام والمسلمين والرسول ما عاشوا، في حملات شعواء متتابعة لا ينتهي مسلسلها من العداء والحقد والاستهزاء والسخرية بالرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قطعوا على أنفسهم العهد والميثاق منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة على عداوة الإسلام والمسلمين والرسول ما عاشوا، في حملات شعواء متتابعة لا ينتهي مسلسلها من العداء والحقد والاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين بين الفينة والأخرى عبر وسائل إعلامهم المختلفة على مرأى العالم وبصري الذي يدعي العدالة وينادي بالحقوق واحترام الأديان والشعوب والحريات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والتي كان من آخرها هذه الحملة النصرانية السافرة التي تقودها فرنسا، وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على واجهات مباني في فرنسا، مع إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التراجع عن الرسوم الكاريكاتورية. وأشعلت تصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي
وأطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية. شارك آلاف الأشخاص يوم الأحد الثامن من شهر نوفمبر في العاصمة البنغلاديشية دكا في مظاهرات منددة بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد جريمة قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. هذه المظاهرة قد نظمها حزب إسلامي باسم بنغلاديش جمعية حزب الله برئاسة العلماء البارزين والزعماء الحاذقين لهذه المنظمة، وهتف المظاهرون بشعارات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وإلى معاقبة ماكرون. وكانت مظاهرات أخرى قد خرجت في دول إسلامية وعربية تنديدا بما اعتبروه إساءة للإسلام. أعداء الإسلام يتطاولون من خلالها على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرفيع ودينه الحنيف، وبطريقة همجية قبيحة تؤجج الفتن وتزرع الكراهية وتنمي الأحقاد وتزكي العداوة بين الشعوب في وقت يتأجج فيه العالم على فوهة بركان ثورة توشك أن تنفجر بين عشية أو ضحاها. ومع استنكار المسلمين جميعا في العالم بأسره لهذه الهجمة الصليبية على المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتطلباتهم بمعاقبة أهلها والاعتذار لها، إلا أن عباد الصليب والطاغوت يصرون على حقدهم ويرفضون حتى الاعتذار عن فعلتهم بحجة حرية الإعلام والتعبير عن الرأي. قاتلهم الله أنى يؤفكون، وشتت شملهم وأدال دولتهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأسف إخوة الإسلام على المسلمين وأوضاعهم، أكثر من مليار مسلم لكنهم غساء كغساء السيل. تكالبت عليهم الأمم الكافرة وانتزعت من صدور عدوهم المهابة منهم، فديست كرامتهم وضيعت حقوقهم وسلبت مقدساتهم وغرقت دماؤهم واحتلت أراضيهم في زمن حفظت فيه حقوق البهائم وصينت دماء المعتدين وأموالهم. قبل أعوام يغزون في عقر دارهم ويذبحون على أرضهم وفي منازلهم ويشردون عن أوطانهم في أفغانستان والعراق، وقبلهما فلسطين، وقبل شهور يداس قرآنهم مصدر عزهم دستور شريعتهم ومنهج حياتهم، واليوم يسب إسلامهم ويعتدى على عرض نبيهم ويسب ويسخر منه. والله أعلم على ما دام على ماذا ستكون الدائرة بعد ذلك. ونحن نرى بعض المنتسبين إلى الإسلام وهم يوالون المعتدين ويطلبون رضاهم ويخطبون ودهم، وبعضهم صامت لا ينطق ببنت شفه وكأن الأمر لا يعنيه، لا يتمعر وجهه غضبة لله ولرسوله ولدينه، بل لا يفكر أصلا في الاستغناء عن أعداء دينه ورسوله ومقاطعتهم. ولك أن تردد بملء فيك أسفا وحزنا على أحوال المسلمين. لا يلام الذئب في عدوانه، لا يلام الذئب في عدوانه إن غدا الراعي عدو الغنم. ولو كان المسلمون مخطئين لسارعوا بالاعتذار قبل أن يطلب منهم، ولقدموا الصدقات والتنازلات وقربوا القرابين
ولدكت أرضهم على رؤوسهم مع ذلك كله. ووالله ما جرأ أعداء الأمة على المسلمين إلا صمتهم وتخاذلهم عن نصرة دينهم وقضاياهم والدفاع عن حقوقهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.